انها تاخد دوي يعني. كابتن حازم بشكرك شكرا جزيلا، خلاص كده شرفتني ونورتني. خلاص احتفالات لعيبه الاهلي انا شايف لازم نتكلم على يعني برضو كلكم فرحانين قوي، انا بس مصر وحاسسكم فرحانين نلحق نروح نحتفل. انا فرحين بس عايز تفرح معانا كده يا كابتن مصر يعني الاحتفالات نادي مصر، احتفالات نادي الاهلي من داخل غرفه خلع الملابس اهو. وحازم مين؟ حازم هيمشي ولا حاجه؟ ها حازم هيمشي عشان نكمل احنا. لا بتكلم على احتفالات نادي المصري برضو يعني شيء جميل طبعا ان هم احتفلوا بالنتائج بتاعتهم في الاخر والحمد لله عملوا نتائج طيبه طبعا، والزمالك الحقيقه عمل مشوار جيد فنش في الاخر بشكل جيد. فالحمد لله انتهاء الموسم، لسه اول مباراه لكن حسم وبشكل ايجابي، فده شيء مهم جدا للكره يعني الحمد لله. كابتن حسام بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. بشكرك كابتن سيف. كابتن احمد بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني. ربنا يبارك فيك. شفت وانا داخل بقول لك مبروك وبعدين قمت قايل لك هارد لك، يعني نجحت ان انت تتوهنا. ليه ولا نجحت ولا حاجه؟ والله احمد حسن كده صعب يعني. ايه بقى ايه يحير دوله؟ ده انت حبيبي يا جماعه. يعني نقول لك مبروك ولا هارد لك؟ مبروك. ليه هارد لك ليه يعني؟ مبروك يعني، خليها خلي فيه فرحه يعني، مفيش مشكله يعني، مفيش ازمه بالنسبه لي يعني. كده كده عايزين نقول برضه مبروك على البرنامج الاذاعي اللي بيأديه الراديو. راديو اعلامي كبير جاي شغل دلوقتي جاي بقوه. ملك الاذاعه والتلفزيون. ربنا يخليك يا كابتن حسام والله. ما شاء الله تبقى معايا بقى يا كابتن حسام، وانت كمان ان شاء الله تبقى معايا. بس بكل لا مفيش. حازم ان شاء الله باذن الله على الهواء بعد بكره ان شاء الله موجود معانا باذن الله.